اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى صحبه في